مرحبا طالب العزيز، رجعت لكي أشرح لك موضوع من مواضيع القواعد اللغة العربية من مواضيع الهمزة، الدرس 13 همزة على الألف. هذا هو الهمزة على الألف. اليوم نتحدث عن هذا النوع من الهمزة. كتابة الهمزة المتوسطة على الألف، كيفية كتابة الهمزة المتوسطة على الألف؟ انتبه إليه. تكتب الهمزة متوسطة على الألف في حالات القادمة. أولا، إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد حرف الساكن، يعني الهمزة التي لدينا من الواجب أن يكون عليها فتحة وقبله حرف الساكن، مثل يسأم. انظر، الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن. ثانيا، أو إذا كان الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوحة، انتبه إلي، مثل انظر، رأى، الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوحة أيضا. ثالثا، إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوحة، مثل رأس، انظر، رأس، الهمزة الساكنة وما قبلها مفتوحة. نعم، أعلل كتابة الهمزة المتوسطة على الألف. قلنا هذا هو الهمزة المتوسطة على الألف. رأسه، في هذه الكلمة لماذا كتب الهمزة هكذا؟ لأنه الهمزة ساكنة بعد حرف المفتوح. ثانيا، يسأل، لماذا كتب الهمزة هكذا؟ لأنه مفتوحة بعد حرف الساكن، قصدنا الهمزة مفتوحة. نعم. ثالثا، سأل، لماذا كتب الهمزة هكذا؟ لأنه الهمزة مفتوحة بعد حرف المفتوح. جيد. خلاصة الموضوع، اليوم نحن عن ماذا تحدثنا؟ يلا فكر معي، عن ماذا تحدثنا؟ تحدثنا عن الهمزة المتوسطة على الألف. ما حركة الهمزة في الكلمة يسأمو؟ وما حركة ما قبلها؟ يلا فكر، فكر، فكرتي؟ جيد، عافية. حركة الهمزة الفتحة وما قبلها السكون. ثانيا، ما حركة الهمزة في الكلمة رأى وما حركة الذي قبلها؟ حركة الهمزة فتحة وما قبلها فتحة أيضا. ثالثا، ما نوع الهمزة المتوسطة في كلمتين السابقيتين؟ ما هو؟ يلا فكر، انظر إلى كلمتين رأى ويسأم. نعم، جيد، نوع الهمزة متوسطة على الألف. وشكرا لاستماعكم، مع السلامة، إلى درس قادم.